ولأن الإنسان إذا سلم عليه فقال السلام عليك أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك 10 حسنات، فإذا سلم على 10 أنفار كتب له 100 حسنة، وهذا خير من البيع والشراء. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم عليه، لأنه في بيته لا يأتي أحد، وإذا أتى أحد فهو أقل بكثير من في السوق، لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم، يعني أن يمل من كثرة السلام. لو لقاك 100 نفر فيما بينك وبين المسجد مثلا فسلم، إذا سلمت على 100 نفر تحصل 1000 حسنة، هذه نعمة كبيرة. وفي هذا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات، وأنهم لا يفرقون فيها، بخلاف وقتنا الحاضر تجد الإنسان يفرق في حسنات كثيرة.